إرادات أذهب إليك أيضا، يعني هل من تفاصيل حول الحالة الداخلية في إسرائيل للناحية الأمنية وكذلك السياسية؟ نعم، يعني وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت عن وضع خاص خلال 48 ساعة، وذلك في ظل التطورات الأمنية على هذه الحدود والخشية أيضا من تصعيد، بما أن إسرائيل بادرت إلى هذا الهجوم فهي تتوقع أيضا ردا قويا من حزب الله. ونستطيع أن نؤكد زاهر بأن هذا هو أوسع تبادل لإطلاق النيران منذ 8 أكتوبر على هذه الحدود. نحن نتواجد منذ يعني 8 أكتوبر عند هذه الحدود، هذا أوسع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، نستطيع أن نقول هو الأوسع منذ عام 2006 منذ الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وعلى لبنان بشكل عام. ولكن نتحدث عن أكثر من 150 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، عن مسيرات، عن وتيرة عالية من تبادل النيران، عن مساحة واسعة لهذه الهجمات. حاليا نستمع إلى أصوات المدفعية الإسرائيلية التي تقصف أهدافا في الجنوب اللبناني. المدفعية خلال الدقائق العشر الماضية لم تتوقف عن إطلاق القذائف نحو المناطق الواقعة في الجنوب اللبناني، ويصل مدى القذيفة المدفعية إلى قرابة 40 كيلومترا، ولكن عادة ما يتم استهدافها في المناطق لإصابة أهداف في المناطق الحدودية. هناك حركة نشطة للطائرات الحربية، شاهدنا مسيرة واحدة من أصل 7 بحسب الإعلام الإسرائيلي تسللت من الحدود منذ في خلال الدقائق الماضية، شاهدنا مسيرة واحدة جاءت من منطقة إصبع الجليل وذهبت نحو شمالي هضبة الجولان السوري المحتل، إضافة إلى صواريخ أطلقت نحو إصبع الجليل ونحو الجليل الغربي، وتفعيل صافرات الإنذار أيضا في مدينة عكا، إضافة إلى أنباء أولية عن إصابتين، واحدة في نهرية التقديرات بأنها خطيرة وفقا للأنباء الأولية، والثانية في منطقة عكا وهي إصابة طفيفة. حاليا نشاهد طائرة حربية إسرائيلية من الطائرات التي تشارك على ما يبدو في الهجمات على الجنوب اللبناني. هناك أيضا تحليق منخفض في بعض الأحيان لهذه الطائرات واستخدام البالونات الحرارية. هناك على ما يبدو تفجير هدف فوق مزارع شبعة المحتلة، يعني هذه الصورة المباشرة التي نشاهدها على التلفزيون العربي هي لاعتراض هدف، ربما يكون هدف جوي، يعني بمعنى نتحدث عن مسيرة. هذه الطائرة التي شاهدناها قبل قليل هي ذاتها الطائرة التي قامت بتفجير الهدف فوق مزارع شبعة المحتلة، والآن تنسحب هذه الطائرة بعد إطلاق البالونات الحرارية خشية من استهدافها بصواريخ الاعتراض. إسرائيل تعرف بأن لدى حزب الله بعض من هذه الصواريخ المخصصة لاستهداف المسيرات، ونجح الحزب باعتراض 7 مسيرات إسرائيلية وإسقاطها منذ بداية هذا التصعيد. من نفس النقطة التي شاهدناها قبل قليل، هذه ثاني مرة يتم اعتراض فيها هدف جوي يحاول تجاوز الحدود من لبنان، تحديدا من منطقة مزارع شبعة المحتلة. الآن حركة نشطة للطائرات الحربية وقصف مدفعي عنيف إسرائيلي على الجنوب اللبناني، والطائرة لا تزال بالأجواء وحركة نشطة للطائرات. نستطيع أن نقدر بأننا لا نتحدث فقط عن طائرة واحدة، بل عدة طائرات حاليا تتواجد في منطقة إصبع الجليل، وهذه نقطة واحدة من نقاط اشتباك واسعة على طول هذه الحدود. زاهر، نتحدث عن إطلاق صواريخ حتى على منطقة وسط هضبة الجولان، تحديدا منطقة كتسرين، نتحدث عن إطلاق صواريخ ومسيرات نحو الجليل الغربي، نتحدث عن حدود طويلة نوعا ما، أكثر من 100 كيلومتر هي مسافة الحدود من أقصى الغرب من البحر المتوسط وحتى مثلث التقاء الحدود عند مزارع شبعة المحتلة. نعم، ابقى معي أحمد. نذكر مشاهدينا إذن بآخر التطورات حتى اللحظة، وفق تصريحات لحزب الله فإن الرد الذي يقوم به
الآن بالقصف على مناطق في إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية وأدى لاغتيال القائد فؤاد شكر. كان هذا الرد قد بدأ بضربة استباقية أيضا أقرها على ما يبدو الجيش الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر هذا اليوم، استهدف فيها عدة مناطق في هجوم واسع على الحدود اللبنانية، وصفه مراسلنا بهجوم غير مسبوق في الواقع لعدد الصواريخ التي تم استخدامها وأيضا لعدد المواقع التي تم ضربها في وقت متزامن. الجيش الإسرائيلي قال إن هذه المواقع أو هذه الضربات استهدفت مواقع ومنصات إطلاق صواريخ نتيجة معلومات استخباراتية تحدثت عن هجوم لحزب الله، وهو ما أكده بالفعل الحزب منذ دقائق بأن هجومه هذا يأتي ردا على اغتيال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت أن حزب الله أطلق 150 صاروخا على الأقل حتى اللحظة. وأيضا مراسلنا نقل في جنوب لبنان طبعا نقل استخدام حزب الله لمسيرات انقضاضية في هذا الهجوم. الكابينة الإسرائيلية يجتمع عند الساعة 7 صباحا في ظل حالة من التهب وحالة الطوارئ التي أعلنت في إسرائيل. القناة 12 الإسرائيلية تنقل في هذه الأثناء أيضا بأن إسرائيل أطلقت نحو 200 صاروخ منذ الصباح نحو جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاشتباك لفترة أطول ربما كما تتحدث المصادر الأمنية والعسكرية من الجانبين، ضمن موجة غير مسبوقة لتبادل إطلاق النار ولتبادل القصف بين الجانبين عبر الحدود. أيضا حزب الله تحدث في بيانه عن هدف عسكري نوعي سيعلن عنه لاحقا تم استهدافه في إسرائيل. أيضا صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من الجليل في منطقة عكا وشمالي حيفا أيضا تدوي حتى الآن، انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منطقة عكا، وأيضا تعليق العمل في مطار بن غوريون. كل هذه التفاصيل تشير إلى حالة من التأهب التي تعيشها إسرائيل نتيجة هذا القصف العنيف الذي يقوم به المكثف الذي يقوم به حزب الله والذي قامت به إسرائيل في ضربة سمتها بال